طبعا كلنا شفنا الموديل الجديد من جوجل فيو 3 اللي بيقدر يعمل فيديوهات احترافية وبجودة عالية، وكمان بيقدر يعمل مؤثرات صوتية وكلام للفيديو، وكل الناس دلوقتي بتسأل ازاي تجربه وتعمل بيه فيديوهات. فانا حبيت اعمل لك فيديو سريع اعرفك ازاي تستخدم فلو فيو 3 مجانا وتعمل فيديوهات حلوة. هو استخدام محدود ولكن هتكون تجربة ممتعة، فلو انت مهتم دوس لايك وشوف الفيديو والحق جربها قبل ما تبقى بفلوس، ويلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما احنا شايفين انا دلوقتي على الواجهة الرئيسية لموقع فلو اللي بتقدمه لنا شركة جوجل، وطبعا انا في نهاية الفيديو هعرفك ازاي تدخل على الموقع وازاي تستخدمه بشكل مجاني. لما تيجي تضغط على create with flow هيحولك على الصفحة دي. هتلاحظ هنا طبعا ان دي تابعة لجوجل لابس اللي بيكون موجود فيها الـ image fx ويكون موجود فيها الحاجات دي كلها. هنا طبعا زي ما احنا شايفين دي فيديو انا لسه عامله من شوية، كتبت كلمتين اتنين بس، قلت له دوج سموكينج، عمل لي المشهد اللي قدامنا ده ومخدش وقت كمان. وهيجي وقت هتلاقي الموقع ممكن يكون تقيل، ولكن لازم تصبر لان التجربة بصراحة مختلفة عن اي تجربة انت هتكون عملتها قبل كده. هتلاحظ هنا فوق لو ضغطت على الحساب بتاعي كاتب لي هنا ان هي نسخة البرو، وفي نفس الوقت لو ضغطت عليها جايب لي هنا 900 كريدت، ودول انت تقدر تستخدمهم بشكل مجاني تماما لتجربة الموقع. بس انت لما تيجي تستخدم الموقع هيظهر معاك مشكلة بسيطة انا هحلها لك في نهاية الفيديو. لما نيجي نفتح الموقع عشان نبدأ نعمل فيديوهات هنروح نضغط على حاجة اسمها New Project. لما نضغط على New Project هيفتح معانا الصفحة دي. في الصفحة دي الصفحة المعتادة ان احنا لما بنيجي نعمل صورة او فيديو بيجيب لك مستطيل وبيقول لك اكتب البرومبت او الوصف اللي انت عايزه، وهنا بيقول لك انت ممكن تحول نص الفيديو فريم لفيديو، وده طبعا الفريم ده اللي هو الخاص بيه اللي هو الصورة يعني. فتعالى كده برضو نبص هنا في السيتنجز ديت، لو ضغطت عليها هيقول لك ان انت ممكن تعمل كام برومبت، يعني انت ممكن تعمل صورة 2 3 4 في المرة الواحدة. بالاضافة في السرعة لو ضغطت هنا على السرعة بيقول لك لو عايز تعمل بسرعة استخدم الفيو 2، لو عايز تعمل كواليتي عايز جودة يعني تستخدم الفيو 2 ده برضو. بس لو انت بقى عايز كواليتي عالية وممكن يكون معها فويس كمان اختار الفيو 3. احنا طبعا محتاجين نجرب الفيو 3 فانا هضغط على الفيو 3 وهطلب منه يعمل لي هنا واحدة بس بحيث ان انا ما استهلكش كتير في الكريدت، وخصوصا ان هو هيستهلك معنا هنا 100 كريدت، وده طبعا رقم كبير مقارنة بالرقم اللي هو مديهولنا، مدينا 1000. طب تعال نجرب ان احنا ندوس على مثلا صورتين، هتلاحظ هنا ان هو هيستهلك برضو ال 100 كريدت. هو قال لك هنا each generation uses 100 كريدت، يعني كل generation هياخد 100 كريدت. فانا عايز اجرب اعمل فيديوهين اتنين في البرومت الواحد واشوف هيستهلك 100 ولا لا. انا كنت هنا كام؟ كنت 900، وهبدا دلوقتي ان انا اضيف برومت ونشوف هيعمله لنا ويستهلك قد ايه. هاجي هنا في المستطيل ده هضيف برومت هنا. انا ضيف برومت عبارة عن عارفين انت اللي هي البعوضة اللي هي الناموسة، ومفروض ان هي بقى بتعمل اكشن، عارفين الاكشن بتاعها ده يعني. وهنا طبعا هرجع اضغط على طول على ارسال عشان يبدأ دلوقتي ان هو يعمل لي اتنين فيديوز بالشكل ده. تعالى اشوف هل هو هنا استهلك معايا ولا لسه. هنا استهلك معايا 200 كريدت، يعني هيعمل الفيديو الواحد ب 100 كريدت، فانت الفيديو الواحد هيكلف معاك 100 كريدت. بس برضو عايز اعرفك ان انت في حالة ان انت هتستخدم موديل زي الفيو 2 في الكواليتي هيستهلك معاك 100 كريدت، وفي حالة ان انت هتستهلك الفاست هيستهلك معاك 10 كريدت بس، 10 كريدت بس. فالعشرة كريدت دول تقدر تعمل بهم رقم كويس جدا. بصراحة مش عارف هل ممكن هو يديك عدد اكتر بعد كده، هل بتتجدد دي؟ بصراحة هنجربها بقى ايه لما يعدي يوم نشوف هل هيجدد لنا ولا كل حساب لي 1000 كريدت بس. خلينا نشوف بقى النتيجة هتطلع معانا ازاي. تعال نشوف بقى كده نتيجة الفيديو. انا حاسس ان انا في فيلم رعب، هشغل كده ونشوف هل في صوت ولا لا. شايفين الصوت والحركة والمشهد في ايه؟ طب تعال نشوف ده. ايه الرعب ده يا جدعان؟ تاني مش
مش ممكن. انا مش قادر اتخيل اللي انا شايفه ده. طبعا هنا نقدر نحمل الفيديوهات، بس انت شايفين التفاصيل، يعني عامل لك الفيديو وعامل لك المؤثرات الصوتيه وموسيقى في الخلفيه ومركز على التفاصيل اللي انت كاتبها. في بعض الاخطاء، بس احنا وصلنا لحد هنا، ده شيء بصراحه خرافي قوي. يعني ممكن الفيديو دي فيها بعض الاخطاء، لكن هنا يعني ممكن يكون ادق شويه. ايه ده يا جدعان، حاجه رهيبه جدا بصراحه. طب تعالى نجرب حاجه تاني، هنروح بينا برضو نضغط على الفريمز تو فيديو اهو، وهنا نشوف هو عامل ايه. طبعا هنا قال لك انت ممكن تضيف اكتر من صوره، ممكن كمان تضيف فيديو اصلا. هنضيف كده صوره من عندنا، نضغط على العلامه الزائد دي ونضغط على ابلود. قال لك تضغط على ابلود، وممكن كمان تعمل جنريت ايمج بالاي اي، يعني ممكن تعمل صوره اصلا بالذكاء الاصطناعي. هضغط على ابلود، وهنا هيقول لي ان انت المسؤوليه كلها عليك، خلي بالك، فانت برضو لازم تبقى حريص في اي حاجه هتضيفها. وتعالى كده جرب نضيف اي صوره. في صوره شبه دي كنت عاملها لمجموعه من، انا مش عارف اسموهم ايه، بس بيعزفوا موسيقى. وهنا كمان قال لك تقدر تتحكم في الصوره، الابعاد بتاعتها تكبرها او تصغرها، ممكن تعمل كروب كمان لو عايز تعمل كروب للقطه اللي انت اخدتها، وبيبدا ان هو يظبطها عشان يضيفها لك هنا. وممكن كمان تضيف مشهد نهايه، بس انا مش عايز اضيف مشهد نهايه، انا عايزه يكون مشهد واحد فقط. هيطلب ايه تاني؟ هيطلب ان انت تكتب برومبت. فانت دلوقتي محتاج تطلب برومبت، فانا هقول له مثلا انيميت، او الصح طبعا ان احنا نكتب تفاصيل اكتر عن الصوره بحيث ان هو يقدر يعمل لنا موسيقى كويسه. فانا برضو هجيب برومبت الخاص بالصوره وهضيفه هنا بحيث تكون التفاصيل واضحه، وهنضغط على ارسال. تعال نشوف النتيجه هتطلع معانا ازاي. برضو هنا هيعمل فيديوهين اتنين، وهيستهلك معانا 200 كريدت، هيتبقى معانا 500، هسيبهم بدول عشان اقدر ان انا اعمل فيديوهين حلوين ولا حاجه. وهنا زي ما احنا شايفين بدا ان هو يعمل فيديوهات بالشكل ده. هنا زي ما احنا شايفين خلص الفيديو، تعالى بقى كده نشغله. انا مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني انا مش عارف اقول ايه الجمال ده. فيديو 6 ثواني قدر ياخد الصوره ويحولها لموسيقى نسمعها وماشيه مع كل الاحداث بتفاصيل التفاصيل. ايه الجمال ده. البرومبت فرق جدا طبعا، والصوره عشان واضحه، فكل حاجه في التفاصيل كانت كويسه. انا مش متخيل الجمال ده. اقدر احمل طبعا الفيديو بالشكل ده، واقدر كمان انا اعمل له اصلا اب سكيل واخلي الجوده بتاعته اعلى. طيب انا دلوقتي انا عايزك تسيبك تجرب بقى الموقع، وتعالى اقول لك بقى ازاي ان انت هتقدر تستخدمه بشكل مجاني. هنروح على جوجل وهنكتب في البحث فلو، وهيجي هنا يجيب لك الجوجل لابس. هنضغط عليها بالشكل ده، هيفتح معاك الصفحه دي، وهنضغط على كرييت ويز فلو. بس طبعا لما تيجي تستخدمها هيقول لك ان هي مش متاحه في بلدك، وهيطلع منها خالص. عايزك تقفل دي خالص كده. وكنت شرح لك قبل كده ازاي ان انت ممكن تضيف اكستنشن في بي ان للمتصفح بتاعك، عن طريق ان انت هتدخل على جوجل وهتكتب بلانيت في بي ان واكستنشن، وهنروح هنا نضغط عليها بالشكل ده، العلامه دي. بتعمل حاجه هنا اسمها اد تو كروم، بس انا عندي طبعا بيقول لي ريموف لان انا فعلا ضايفها. مجرد ما بتضيفها هي بتظهر عندك هنا بالشكل ده، وبتفعلها وبتروح تختار اليو اس اي ونضغط على كونكت تو في بي ان. بعد ما بيفعل معاك الفي بي ان كده، بنرجع تاني نفتح هنا صفحة جديدة، وهنروح نبحث ونكتب فلو، وهنفتح تاني بنفس الطريقة دي، نضغط على فلو، وهيجي تاني هنا يفتح معاك الصفحة دي. هنيجي نضغط على كرييت ويز فلو، هيفتح معاك هنا بالشكل ده. طبعا هنا اختلفت، مجرد ما تضغط على ساين ان ويز جوجل هو تلقائيا هيفتح الحساب الخاص بيك. لازم طبعا يكون عندك حساب جوجل. هتيجي هنا فوق هيظهر عندك الاعدادات بتاعتك في الحساب بتاعك. لو ضغطت هنا يقول لك الكريديتس المتاحه لك، بيديك هو 1000 كريديت متاحه للاستخدام. بس بصراحه زي ما قلت لك انا مش عارف المده بتاعتها، هل هي هتكون كل يوم ولا هي مره واحده بس. بس فكره ان انت تقدر دلوقتي تجرب فلو دي فكره، فرصه كويسه جدا، لازم تلحق. هنا طبعا هو فاضل 600 كريديت، ودي الفيديوهات اللي انا عملتها بتظهر هنا بالترتيب بالشكل ده. من ضمنها طبعا كان الفيديو ده اللي انا يعني اتفرجت عليه بس ما سمعتش صوته، فتعالى كده نشغله تاني ونشوف صوته كان عامل ازاي. حاجة جامدة جدا يعني. فهنا بصراحة عندك فرصة كويسة جدا ان انت تستخدم فلو
وخصوصا موديل الفيو 3 بشكل مجاني بنفس الطريقه اللي انا قلتها لك دي. هسيب لك كمان رابط في وصف الفيديو تقدر تستخدم من خلاله الجيميناي ولكن النسخه البرو بشكل مجاني، بس برضو لازم تكون مفعل الفي بي ان، دي مش بتكون متاحه الا اذا انت كنت مفعل في بي ان. تمام، تقدر تستخدمها بشكل احترافي في عمل اي حاجه برضو انت عايزها. ده كان فيديو سريع عن كيفيه استخدام فلو فيو 3 من جوجل. دلوقتي تقدر تجربه بنفسك قبل ما يكون مدفوع وتعمل شغل احترافي، فيديوهات احترافيه. فياريت لو عجبك الفيديو دوس لايك وسيب لي رايك في تعليق. لو انت مش مشترك في القناه اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا. وفي النهايه السلام عليكم.